السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاء السيارات. طبعا انتوا عارفين ان انا من ضمن الخدمات اللي بقدمها ان انا بشتري سيارات لاخواتنا ذوي الهمم من بورسعيد. في ناس كتير بتتصل بيا تقول لي عايزينك تيجي معانا يوم، طب هتكون التكلفه قد ايه؟ في ناس تانية تقول لي طيب احنا شفنا عربيه على النت معروضه في المعرض الفلاني وعايزين حضرتك تيجي تفحصها لنا. الفكره يا جماعه ان انا ما بشتغلش بالطريقه دي، انا حاليا بشتغل بطريقه تانية خالص، لان كل العربيات اللي في المخازن ايا كان مستواها انا ماليش علاقه بيها، انا بشتري العربيات وهي لسه داخله من المينا الفرز الاول بس، العربيات البويت شركه زي ما احنا هنشوف عربيتنا النهارده، عربيه حاله الحالات الشاذه فقط. بتعامل مع الناس المحترمين، يعني طبعا التجار كلهم محترمين، بتعامل مع الاكثر احتراما، دي واحد. اتنين، اللي بيكون ورقه سليم، اللي بيريحني في شغلي، لما باجي استلم العربيه بلاقي العربيه زايده مش ناقصه، انا بجيب العربيات الفرز الاول بس، العربيه اللي مفيش فيها جرام بويا، العربيه الحاله. هفرجكم النهارده الحاله دي بتبقى شكلها عامل ازاي، العربيه كامله عوامل الامان، شغلي بقى العربيه اللي الموتور بتاعها سليم، لان المفروض ان انا بفحص العربيه بويا وصاج وعفشه وموتور وكنترولات وفتيس، اذا فكل حاجه فيها بتتفحص، مش مجرد ان انا ببص لك على الصاج بس او البويا بس او موتور بس او شاسيه بس، لا، كل حاجه في العربيه، وش وظهر حتى بطن العربيه بنزل افحصها. فالفكره هنا ان انا بجيب عربيات حالات شاذه قوي، فمش كل الناس بتتقبل ان انا اعمل كده، فلذلك انا بقيت ارفض ان انا انزل مع حد ان انا الف في مخازن، لان طبعا انا عارف المستوى اللي موجود في المخازن ايه. الحاجه الثانيه كمان ان انا ما بقتش اخد من المخازن اللي واقف، لان طبعا العربيه بتبقى وقفت، لو كان فيها حاجه اتعملت، لو كان فيها حاجه مش عارف ايه، لو فيها حاجه اتصينت، اي حاجات من دي، انما انا بجيب العربيه زي ما انتوا هتشوفوا النهارده بجيبها وهي لسه داخله، يعني العربيه داخله من المينا، الناس الكشافين اللي شغالين معايا بيفحصوا الشحنه وهي داخله، العربيات الفرز الاول بيتمضى عليها عصام غنايم، مهندس عصام غنايم، تمام، ودي بتتحجز ليا ايا كان بقى سعرها، المهم ان هي فرز اول، الفرز الاول بتاعي وانا متفق كده مع التجار، وبرده مش كل التجار، برده انا بختار التاجر اللي بتعامل معاه في سبيل ان انا اقدم لك احسن عربيه بافضل سعر، تبقى قيمه مقابل سعر. المهم عندي وده رقم واحد وقبل السعر هي الحاله اللي مش هتجيبها الا من خلالي، هو ده اللي انا بقدر اساعدك فيه واخدمك فيه. ليه؟ لان العربيه دي هتفضل معاك 5 سنين كاملين، فاي حاجه مش حلوه فيها او اي حاجه غلطه او حاجه فيها مشكله هتفضل في وشك 5 سنين مزعلاك. سعرها انت هتدفعه مره واحده وخلاص وهتنسى، كتير قليل هتدفعه مره واحده وهتنسى، انما اللي هيفضل معاك الحاله. فلذلك انا بحاول ان انا اجيب لكم افضل واحسن حاله زي ما هنشوف النهارده باذن الله عربيه من العربيات اللي احنا بنجيبها. طبعا بجيب عربيات كتير جدا الحمد لله، بس مش كل يوم هدوشكم اقول لكم احنا جبنا كذا وجبنا كذا وجبنا كذا، بحاول ان انا ايه يعني كل فتره بس اوريكم حاله من الحالات اللي احنا بنجيبها. يعني النهارده مثلا سيراتو 2011، ليه انا بجيبها؟ عربيه كيا فورتي. ليه انا جايب العربيه دي؟ لانها موديل 2011، يعني موديل قديم بقى لها 11 سنه شغاله، تمام، بس هوريكم بقى الحاله اللي انا بجيبها شكلها عامل ازاي. لذلك زي ما بقول لك انا ما بقتش انزل، لان العربيه الحاله الشاذه ما بتستناش انها تتعرض على النت، يعني هتتصل بيا تقول له والله ده في مش عارف معروضه فين والصور مش عارف نازله بكام ومش عارف. يا ابني هي لو هي حاله شاذه مش هتقعد، مش هتستنى انها تتعرض على النت اصلا. انا برفض ليه؟ انا بعرفكم انا برفض ليه؟ برفض لان انا لو جيت معاك يبقى انا بحرق لك فلوسك على الفاضي، انا هاخد منك فلوس واجي اقول لك العربيه مش حلوه، يبقى حرام عليا. فلذلك انا من البدايه بقول لك اهو وبقول لكم في فيديو كامل اهو يا جماعه، انا ما بقتش انزل الف في مخازن لان الموضوع بيسبب احراج مع التجار، لان طبعا انا مش هقبل ان انا اديك عربيه وحشه، وفي نفس الوقت برضو مش هقبل ان انا ابيعك للتاجر. فلذلك انا بقى من الايه بجيب العربيات اللي هي من خلالي، اللي انا زي ما قلت لكم ان انا بفحصها وبفرزها وهي لسه داخله، لا رجع لا عدادها رجع ولا تشال منها كاوتش ولا تحط فيها مش عارف ايه ولا تشال جنط ولا تشال مرايه ولا تشال كاميرا ولا تشال اي منها اي حاجه، العربيه زي ما هي انا باخدها بترابها بعبلها زي ما هي كده، تمام. طيب خلونا بقى نبدا نتفرج على الحاله اللي معانا النهارده. معانا النهارده عربيه سيراتو 2011 اللي هي كيا فورتي. عايزكم بس تتفرجوا مبدئيا كده على الطاره، شوف الطاره هنا، شوف الخشنه بتاعه الطاره، شايفين لسه بحالتها. تعالى بقى اتفرج. طبعا العربيه دي كامله بصمه، العدادات الرياضيه زي ما احنا شايفين اهو، تمام، هنا زرار الاوتو اهوت، تمام، الاضاءه بتاعتها فيها حساس اضاءه، تحكمات طاره كامله، بلوتوث، شاشه، تكييف التاتش، تمام، 7 سرعات، الفتيس ال6 غيار، وطبعا الموتور الجي دي اي، سخانات كراسي يو اس بي، تمام، المرايات الضم. طبعا العربيه احنا قلنا ان هي بصمه. من ناحيه عوامل الامان بقى في العربيه بغض النظر عن الاي بي اس والاي بي دي، ففيها 10 ايرباج، ادا ايرباج اهو للسواق، الراكب الامامي،
عد معايا كده، تلاتة قايم، أربعة، خمسة، تمام، يبقى كده خمسة إرباج، ستة، سبعة، تمانية، واتنين إرباج كمان في الكراسي اهمت، يبقى احنا كده بنتكلم في 10 إرباج في العربية. الفرش الجلدي، شايفين الفرش شكله عامل ازاي، بيلمع ازاي، برغم لسه بتربه، يعني لسه بتربه الشحن عليه اهو، تربه اهو، بس شايفين بقى الفرش عامل ازاي، شايفين المسند هنا بتاع الدراع، شايفين المقبض بتاع الفتيس الحاله بتاعته عامل ازاي، النواكل اللي هنا، كل دي حاجات خلي بالكم مش اي حد هياخد باله منها، بس انا بنبهك انت تبص على ايه. شايف النواكل دي مفيش تقشير، شايف النواكل هنا مش مقشره، مش حاجه ممسوحه، الزرار هنا بتاع الانتظار اللي انت بتدوس عليه كتير برضه بحالته مش ممسوح، خلاص. الترا هنا ترا تلسكوبك، تمام اهو، فوق وتحت جوه وبره، تمام، لدرجه ان انت حتى هتفتح هنا الدرج هتلاقي الكتالوجات بتاعه العربيه اهي، شايفين بتاع الفرن، تمام. طبعا مكنه، احنا دلوقتي العربيه دايره، حرير، تكييف شغال، ثلاجه، اي حاجه في العربيه لو انا محتاج انها تتعمل بتتعمل. حبيبي خلصت تمام؟ تمام الحمد لله. الله يعزك يا رب، مبروك عليكم. احنا تمام، منتظرين يقولوا لنا تعالوا واحنا خلصنا الورق. باذن الله يكون خير. ماشي. حبيبي مبروك عليكم، ربنا يدخل فيك شر يا رب، اتفضل. اي حاجه في العربيه انا محتاج انها تتغير، تتعمل، تتصين، بصينها، لو في حاجه محتاجه انها تتوضب بتتوضب، المهم ان انت بتستلم عربيه حاله. المفروض ان انا بقدم لك خمس خدمات. اول حاجه طبعا ان انا بنتفق مع بعض على افضل عربيه في حدود فلوسك، يعني انت بتقول لي انا والله اقصى حاجه اقدر ان انا اوفرها فلوس قد كده، وانا بقول لك احسن عربيه بتكون قد كده. وطبعا مبدئيا بيكون معاك الجواب، وجواب اللي هو بتاع الحصول على سياره وكارنيه الخدمات المتكامله، يبقى ده رقم واحد، ان انت معاك الجواب وكارنيه، معاك مبلغ معين من المال، بتتصل بيا من خلال الارقام الموجوده تحت الفيديو، بتروح قايل لي انا عايز عربيه في حدود الفلوس دي، بقول لك احسن عربيه اعتماديه في الفلوس دي بيكون كذا، يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انا ما بتصلش بيك واقول لك تعالى ننزل نلف وبهدلك وادوخك والشمس تاكل دماغك وفي الاخر تاخد اي حاجه، لا لا لا، زي ما قلت لك احنا خلاص اتفقنا على العربيه وحضرتك بعت لي ديبوزيت او عربون منها، ببدا ان انا احجز لك عربيه من اللي داخله العربيه، بنفضل نتابع الشحن، ليا موظفين شغالين في المينا كشافين بيقعدوا يتابعوا من الشحن اللي داخل، الشحنه اللي داخله جديده 500 عربيه 1000 عربيه بيتفرزهم وبيروح جاي زي ما احنا شايفين دلوقتي ممضى عليها اسمي، خلاص يبقى احنا كده العربيه، بتصل بيك في اليوم اللي العربيه داخله فيه، يعني العربيه هتدخل المخزن النهارده، اتفرجت في المخازن بالليل، ثاني يوم الصبح بقول لك تعالى ادخل معايا. يوم الدخول او يوم ما هنروح نتفرج على العربيه انا ببعت حد من الموظفين عندي برده ياخدك من بره الاستثمار، بحيث ما فيش حد يتعرض لك خالص نهائي. انت بتدخل معايا. طيب دخلنا بدخل معاك بفرز لك العربيه زي ما قلنا، بويا وصاج وموتور وعفشه وكنترولات وفتيس، الاجهزه قبل ما بفحص بالاجهزه بقول لك القرايات السليمه كذا والغلط كذا، وبخليك تفحصها معايا، بشوف العربيه اول مره معاك، العربيه مرشحه لينا، العربيه احنا حاجزينها، العربيه كل ده، بس انا بنزل معاك لاول مره بنشوفها مع بعض وافرزها معاك ايدي بايدك وبفهمك كل حاجه، بقول لك شوف المسامير بتاعتها، شوف جنبها، شوف البويا بتاعتها، كل حاجه بفرجها لك. خلاص طيب العربيه عجبتنا واشترينا العربيه، تمام تمام، بقعد معاك، لو انت بتعرف تفاصل كويس التاجر هسيبك انت تفاصل وتخلص معاه. طيب انت مش بتعرف تفاصل وشايف ان التاجر هيغلي عليك، فبروح جاي قاعد معاك وفاصل لك العربيه باحسن سعر برضه بما يرضي الله، اللي هو قيمه مقابل سعر، وبكون حكم عدل ما بينك وما بين التاجر. طيب العربيه فيها حاجه تعدي، يعني مثلا سي مثلا العربيه كلها شركه وفيها داير رفرف وفيها مثلا عتبه مرشوشه، بروح اقول لك والله العربيه فيها كذا بس يعدي، انما طبعا في حاجه بقى ما تعديش وهم والناس الكشافين بتوعي ما خدوش بالهم منها، حاجه بقى بعيد عنهم، حاجه فنيه قوي مثلا، في حاجه في المكنه بقى فيها مشكله، معمره قبل كده، معمول فيها شغل، في حاجه في العربيه هم ما شافوهاش، في حاجه في الدواخل هم ما شافوهاش، بروح قايل لك لاغي وبنشوف غيره من اللي احنا حاجزين منه، لو بالفرض لا قدر الله ما توفقناش في اليوم ده في اي عربيه بقول لك لاغي وبنبدا ننزل مع بعض يوم تاني مع شحنه جديده، انما ما بلفش في المخازن ادور، الموضوع ده انتهى من زمان، فده للناس عشان تبقى عارفه. طيب اشترينا العربيه بندفع منها عربون وبنروح كاتبين عقد ابتدائي برقم الشاسيه بتاع العربيه، بروح جاي من ضمن الخدمات ان انا مصور لك العربيه من الالف للياء، كل حاجه فيها وش وظهر حتى الاربع فرق الكاوتش، بحيث ان احنا بنحفظ الحاله بتاعه الشراء، لان العربيه بتقعد اسبوع لاسبوعين على من الورق يتنقل باسمك ويخلص ورقها في المينا وتطلع تستلم عربيتك، فالفتره دي العربيه تكون حافظ الشكل بتاعها وقت الشراء، ما فيش فيها حاجه تتغير. كمان المفروض ان انا بطلع حد معاك من عندنا يخلص لك الورق بتاعك في المينا، يبقى انت كده مش هتشتري هم ورق، انت بس هتيجي بس بورقك
اللي احنا قلنا عليه بطاقتك وشهاده الميلاد بتاعه المعاق والكارنيه بتاع الخدمات المتكامله والجواب بتاع الحصول على سياره. ده كل المطلوب منك. وطبعا لو المرافق ده او المعاق معدي السن قانوني يعني بالغ وفي عنده اعاقه ذهنيه, ففي الوقت ده بنجيب حاجه اسمها قرار قوامه بيكون من المحكمه ان اللي جاي يشتري ده قيم على فلوس او على معاملات المعاق. طيب الخطوه اللي بعد كده بنبدا ان احنا خلاص صورنا العربيه تمام وانت خلصت ورقك وتفضلت مع السلامه مشكورا خلصت دنيتك. يوم الاستلام ببعت حد برده من عندي موظف من عندي يقف يسلمك العربيه ولحد ما يخلصك وتخرج بره الاستثمار بعربيتك كامله. 5 خدمات بقدمهم لك. اظن ان الموضوع جميل جدا. ايا كان انت اخدت كل الخدمات واخدت كل حاجه واستريحت في الشراء بمقابل مادي بسيط. طبعا ما ينفعش ان انا اقوله كده على العام في الفيديو, ممكن اللي حابب ان هو يتعامل معايا بيتواصل معايا وانا طبعا بقول له كل التفاصيل من قبل ما نروح, ما فيش فيها حاجه سر يعني. فده كده اللي انا بقدمه. العربيه زي ما احنا شفنا الحاله بتاعتها من جوه, خلونا نشوف الحاله بتاعتها من بره واشوفكم باذن الله على خير في سيارات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. وخلينا نتفرج على العربيه من بره يلا ونقفل حلقتنا. يلا بينا. طيب مبدئيا اول حاجه هنبص عليها الغرفه بتاعت العربيه, ولاحظ هنا معايا المسامير اهيت مفيش فيها حاجه اتحلت. المسامير وضع شركه, اذا فالرفرف ده ما اتحلش. الكبوت نفس القصه اهو, مسامير الكبوت هنا مفيش علامات ان هو اتغير. نفس القصه الجنب التاني تمام. سلاحين الشاسيه علامه, خليكم معايا. شايفين سلاح الشاسيه عامل ازاي؟ ما شاء الله مفيش مسمار اتحل. الموتور دلوقتي داير مفيش صوت, صوته ناعم هادي. مكنه جي دي اي صدر العربيه طبعا سليم تمام, كبوت سليم, فلاتو بتاع الكبوت سليم تمام. الفوانيس بتاعتها مش متغيره, هنلاحظ فيها علامات الطريق اهو. مش فوانيس لسه جايه جديده زيرو, لا دي فوانيس العربيه اهيت تمام. اجناب العربيه وفروقاتها شايفين عامله ازاي. طبعا هنا الزرار بتاع البصمه اللي عايز افرجه لكم بقى. تعالوا كده شوف, المفروض الجهاز ده بيقيس السيكنس بتاعت البويه تمام. طبعا الجهاز ده بيقرا 10 15 20 دي بويه شركه. انا عايز بس اوريكم مدى دقه الجهاز. خدتوا بالكم اقرا السمك بتاع الورقه دي 10% من ملي تمام. شايفين؟ طبعا اللزق بتاعها موجود اهو فيها, شايفين؟ اللزقتين اهم بتاعت الباب وهنا بتاعت العتب والرفرف تمام. بص كده معايا اي جزء في العربية يعني حتى العتب اهو تمام. بص هنا كده العربيه ما شاء الله كلها شركه مفيش فيها جرام بويه. تعال اتفرج معايا الشنطه, برده الشنطه اهي. اتفرج على الشنطه من جوه. تعال هنا بقى بص على مسامير الشنطه اهو. اه شايف المسمار مفيش فيه لا اتحل ولا اتعمل اهو تمام. طيب تعال هنا بقى معايا الشنطه بتاعتها اهي. بص هنا كده العده كامله تمام. الفرده السبير بشعرها ما نزلتش الارض. انا عايزكم بس تتفرجوا على الحوض. شايفين الحوض عامل ازاي؟ شايفين المرايه بتاعت الشنطه عامله ازاي؟ تمام. السؤال هنا بقى, هل كل العربيات دي بتيجي بنفس الحالات دي؟ لا طبعا مستحيل, اكيد لا. الحاجات دي بتبقى شاذه قوي ونوادر قوي, والنوادر دي بتاعتي يعني انا شغال في ده
ما باخدش حلو ووحش، لا انا باخد الحلو بس وخلاص. الناس اللي بتتعامل معايا بقت متقبله ده. مش كل الناس طبعا زي ما قلنا انها بتقبل ان انا اعمل كده، مش كل الناس بتقبل ان انا اخد الحاله الشاذه بس، بس خلاص انا بشتري العربيات دي. التاجر بقى عارف كده والعميل اللي بيتعامل معايا عارف كده. انما فكره ان انا انزل بقى والف والكلام فاضي من ده، انزل ادور على مش عارف عربيه معروضه فين، لا 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 مفيش كلام. هو دي الحالات بتاعتنا. طبعا اللي حابب ان هو يحصل على حاله بالوضع ده يتواصل معايا، والحمد لله اي حد اشترى مني مش هقولك ان هو مبسوط وبيدعي لي بس، لا ده مازال صديق ومازال ان هو معايا في كل وقت. ولما اي حد بيبقى عايز عربيه تاني بيجي لي. بجانب ان في نقطه بقى هنا جميله قوي، ان انا عندي مركز صيانه، فاللي حابب ان هو ممكن ياخد العربيه ويوم الاستلام تروح داخل عندي في مركز صيانه تعمل لها صيانه كامله من الالف للياء، العربيه ترجع زيرو تاني وياخد العربيه كانه لسه اخدها بوضع المصنع وبالضمان كمان. فطبعا دي خدمه بتتقدم غير خدمات كمان بتاعه الشراء كمان لاخواتنا ذوي الهمم. اظن ان احنا بنقدم خدمات متميزه، وكمان اتمنى ان انتم بغض النظر عن انك تدوس اعجاب وتشترك في القناه، ده حاجه هيكون شرف لينا. اتمنى ان انت بس تساعدنا في نشر الفيديو ده لكل الناس علشان نساعد اخواتنا ذوي الهمم في ان احنا نحصل لهم على احسن سيارات باحسن حاله، زي ما احنا شايفين الحالات اللي احنا بنجيبها هنا، يعني زي ما بيقولوا كده باللفظ المصري على عينك يا تاجر. اشوفكم باذن الله على خير في سيارات جايه كتير وحلقات جايه في ترويح. السلام عليكم.